دكتور عبد العزيز معه مدير الصحه السريع يعني وعضو لجنه الصحه في كانتون حسكه لمكافحه مرض فيروس كورونا. اليوم بدانا بحمله تعقيم كانتون الحسكه مقاطعه الحسكه ومدينه الحسكه والنواحي والبلدات التابعه لها بمواد معقمه المستخدمه للتعقيم الخارجي، اي المرافق العامه والشوارع الرئيسيه والاماكن المكتظه، جميع هذه المرافق سوف يتم اليوم تعقيمها لحتى انهاء جميع المرافق الضروريه والشوارع الرئيسيه والاماكن الضروريه. سوف تنتهي الحمله بانتهاء عمليه التعقيم بعد عمليه او الاجراء المتخذ بمنع التجوال. اصبح من السهل جدا عمليه التعقيم الخارجي لان الشعب والمواطنين ملتزمين بالبيوت، لذلك فان عمليه التعقيم سهله جدا وهي عباره عن رش هذه المواد في الشوارع الرئيسيه وتبقى هذه الماده لفتره معينه ويبدا التاثير مباشره. نرجو من المواطنين بعدم الخروج اثناء التعقيم وذلك لسهوله العمل وايضا تجنب اي حالات ممكن تحدث.